بتحليل ونقاش في هذا الموضوع متابعينا الأكارم يحضر معي الأستاذ والدكتور موسى عاشور أستاذ القانون بجامعة الجزائر. دكتور أهلا بك، مساء الخير معنا. أهلا بك وبالمشاهد الكريم. أهلا. وزير العدل يعرض إذن مشروع قانون النفقة على مجلس الأمة في عدة نقاط جد مهمة فيما يتعلق بالطبقة الهشة، خاصة فيما يتعلق بالنساء المطلقات وأبنائهن. صندوق النفقة يتحول اليوم لسلطة وزارة العدل، في نظرك هل التشريعات المقررة في هذا المشروع القانون سيخدم بصفة مباشرة هذه الطبقة لأنها عانت الولايات، خاصة أنه صندوق النفقة كان مجندا، إضافة على ذلك كان تابعا لوزارة التضامن والمرأة وقضايا المرأة، كل هذا لم يشفع بمساعدات صح التعبير مباشرة بالنسبة لهذه الفئة. في نظرك هل التشريع الجديد سيخدم مباشرة هذه الفئة؟ شكرا أستاذ. يعني اليوم نشكر حقيقة من يسهر ويتابع هذه الأوضاع يعني الوطنية، خاصة من جانب يعني النظام الاجتماعي، وخاصة أيضا بالنسبة لما نتحدث على نسبة الطلاق المرتفع حاليا. يعني حقيقة يعني اليوم نتحدث هناك يعني مد وجزر في هذا الجانب، وهناك الحديث كثيرا كما تفضلتم أنه سابقا كان هناك وزارة التضامن، يعني العلاقة الوطيدة بين وزارة التضامن والوضع العام لا يسمح أن يكون هناك، لأنه هناك سيكون إطالة للموضوع وأيضا عدم الالتزام الإداري في هذا الجانب، وهناك أيضا مستحقات في الجانب المالي. إذن بالتالي هنا يعني أنا حقيقة أشكر من فعل هذا الجانب وأعطى الثقة مباشرة لوزارة العدل أو على عاتق وزارة العدل التي تشرف على هذا الجانب عن طريق الأمناء العامين لكل مجلس قضائي موجود في الدولة الجزائرية. هناك يعني نعي جيدا مجلس قضاء، وهناك أمين عام، هو أن يكون هناك يعني خلال مدة معينة تقديم ملف معين لكيفية اتخاذ الإجراءات والتدابير يعني باستعجال وبدون يعني تأخير، وفي خاصة في جانب النفقة. أنه اليوم هناك أنواع أيضا نتحدث اليوم نعي جيدا أن العقوبة واضحة بالنسبة لمن لن يلتزم بدفع النفقة، المادة 330 واضحة من قانون العقوبات التي تعاقب وتعتبر يعتبر مجرم، وفيها عقوبة مشددة لمن لن يلتزم بأداء هذا نعم النفقة بحكم بأحكام بأوامر بكذا. وبالتالي عندما نتحدث عن هذا الجانب هنا حقيقة معاناة، لأنه اليوم هذا المحضون لا يستطيع أن يعيش حياة يعني متشردة أو حياة يعني كما يقال إلى أن يكون لحاجة هذا الوضع الاجتماعي أو وضع الإنساني. يعني اليوم هناك طلاق، فك الرابطة الزوجية، أيضا هناك مستلزمات لهذا العمل القانوني. وبالتالي اليوم إن كان هناك تعسر كما تفضلتم، اليوم هناك طبقات هشة قد لا تستطيع مثلا تطبيق أو ما جاء في هذه الأحكام، ولن هي على رأس عمل، وظروف الصعبة التي جعلت قد يكون أثرت على هذا الموضوع الطلاق. وبالتالي اليوم يعني نحن نعيش مرحلة حقيقة صعبة، ليست فقط نحن كجزائر بل كل العالم بأسره اليوم هذا، وخاصة يعني النظام العربي الإسلامي. هناك الكثير نحن الفك الرابطة الزوجية يعني أبغض الحرام عند الله هو الطلاق، وبالتالي يحدث هذا الواقع تحدث، لكن ما هو مترتبات حول بعد هذا الطلاق؟ طيب في هذه النقطة بالذات سيد موسى عاشور، نتحدث عن التشريعات الجديدة، لأنه في الأخير الطلاق انجر عليه تأثير مباشر على الأطفال بدرجة أولى، نرى بأنه هناك ما يسمى بالتسريب أو التسرب المدرسي، نرى بما يسمى بالجريمة المنظمة التي يستغل فيها هؤلاء القصر، وذلك راجع كله على الطلاق. لكن في نظرك هل صندوق النفقة سيحد من انتشار هذه الظواهر؟ أكيد أكيد، لأن أنا عندما تحدثت قلت يعني حقيقة أشكر من يعني أشرف على هذا العمل واتجه باتجاه السليم أمام به العدالة، هو الذي يشرف على العملية على أساس يعني التقنين والتقليص من المدة الاستراتيجية في دعم هذه المطلقة أو في عملية دفع هذه النفقة. اليوم تحدثنا أنه قانون العقوبات يعاقب من لن يلتزم بهذا العمل، نتحدث من جانب آخر هناك أيضا أطراف قد يكون تأثير هذا الطلاق سبب وراجع لعدم صعوبة الحياة الاجتماعية المعيشية كذا، الغلاء كذا، وبالتالي قد يحدث هذا الطلاق. أيضا مطلوب أيضا اليوم المجتمع الجزائري أو مطلوب من الهيئات الرسمية، وخاصة اليوم عندما طرح هذا في مشروع يعني أخذه كمشروع يعني حقير على به الدراسة بالكثير من التعديلات في بعض النصوص القانونية، أن دل يدل على اليوم الاهتمام حقيقة من طرف الدولة بخصوص عدم كما تفضلتم، لأنه اليوم عندما يكون الطفل أو المحضون القاصر في مرحلة صعبة جدا من الحياة
قد يذهب إلى الهاوية، قد يذهب يكون إلى حاجة ماسة لكيفية غطائه واحتياجاته، وبالتالي مثله مثل باقي الأطفال. وبالتالي هناك يجب الكثير من التوجهات أو الكثير من الإمكانيات والمساهمة في كيفية تمدرس وكيفية أيضا توعية استيعاب هذا المحضون في فترة معينة لكي لا يكون عفوا منبوذ أمام هذا المجتمع. وبالتالي اليوم الدولة حقيقة مشكورة على هذا الاستعجال، عنصر الاستعجال في هذا الجانب، وكيفية يعني واحترام المرأة المطلقة أيضا للاحتفاظ على كرامتها ويعني وضعها داخل هذا المجتمع، وبالتالي لعدم أيضا يعني انتشار الأشياء التي لا تتنافى مع أيضا سواء كان مع المبادئ يعني المجتمع الجزائري الإسلامية وأيضا الأخلاقية. أيضا هنا الطفل مطلوب منه أن تكون الرعاية التامة والمتواصلة والمستمرة في طول مراحله، لأنه نعي جيدا الطفل يكون في مرحلة خطيرة جدا من التقلبات يعني النفسية والتقلبات أيضا الجسدية والتقلبات العقلية وكل هذه والمراهقة. وبالتالي إذا كانت هناك هذه الاحتياجات أصبحت تكفل هذا المحضون وتغطي احتياجات هذا المحضون، وبالتالي هنا أصبحت كرامة وحفظنا على نشأ يعني تهربا والابتعاد عن ما يحدث اليوم من هذه الاستغلال هذا الجنس أو استغلال هذا المجتمع البسيط أو هذا الطفل البسيط في استغلاله في حاجيات أخرى تمس بالنظام العام، تمس بأيضا الأمن والاستقرار داخل هذا المجتمع. وبالتالي اليوم نلاحظ أيضا ما يحدث في بهو العدالة من متابعات قضائية بالنسبة للقصر، أيضا كلها سببها وراجعة لحقيقة لن يستطيع هذا الطفل بتغطية حاجياته الخاصة والماسة أن يعيش عيش الرفاهية داخل هذا المجتمع. في نقطة جد مهمة فيما يتعلق في الفترة التي توقف عن الأب من تسديد نفقة بالنسبة لهذه المرأة المطلقة وأبنائها، هناك مثل ما تحدثت أن القانون جاء واضحا وهي قانون يعاقب من يسدد النفقة، لكن بعد ذلك جاء صندوق النفقة من أجل تغطية هذه المشاكل حدث فيها التجميد، واليوم قانون جديد أو مشروع قانون جديد عرض على مجلس الشعب الوطني الغرفة السفلى بطبيعة الحال ومجلس الأمة. كل هذا يطرح تساؤل، كيف سيتم تسديد النفقات بالنسبة لهؤلاء المطلقات المسجلات في صندوق النفقة في مرحلة التجميد؟ هل سيكون بأترجع في نظرك طبيعة الحال لأنه في الأخير سيكون هناك نصوص تنظيمية توضح الأمور، لكن في نظرك كيف يجب أن يكون العمل بهذا القانون؟ هل يكون بأثر رجعي أم بتطبيق القانون الجديد أي من سنة 2024 من جانفي؟ ربما الزملاء قال فاصل شهري ستجيبني على السؤال بالذات أستاذ موسى عاشور بعد فاصل شهري. متابعينا الأكارم ابقوا معنا. على أن الصندوق كان مجمدا
تتعلق بالقانون هي متغيرة تبدأ من الانطلاقة أي من جانفي أو بأثر الرجعي؟ هذا هو السؤال المطروح بالنسبة لصندوق النفقة بطبيعة الحال. أستاذ الفاضل نحن جيدا أن القانون يبدأ يسري من تاريخ تطبيقه، يعني تطبيق يعني مجرد أنه يصدر هذا لا نستطيع الرجوع بالأثر الرجعي إذا كانت هناك قوانين تضبط هذه المرحلة وكذا. اليوم نتحدث أيضا عن كما تفضلتم هناك عناصر يجب أن نتحدث، هناك ثلاث عناصر، قد يكون هذا الزوج يعمل، قد يكون الزوج هذا لا يستطيع على حسب الوضع الاقتصادي أو الوضع الاجتماعي، ما يقدرش يكلف روحه باش يغطي كل هذه الاحتياجات داخل أي جيدة. اليوم هناك داخل المجتمع الجزائري هناك ظاهرة يعني للأسف وضحت يعني حاليا، هناك يعني الغيرة والكذا، وهذا شيء موجود يعني في الإنسان. يعني اليوم نتحدث على أنه هذا الشخص ما يقدرش يؤدي هذا الوفاء تاعه بهذا الحكم أو المنطوق الذي كان على عاتقه بدفع هذا. وإحنا قلنا هناك عقوبة حسب مادة بقرار العقوبات مادة 330 هي فيها عقوبة مشددة حتى بالسجن. وبالتالي إحنا هذه الفترة السجن هل يحل مشكل؟ مش يحل المشكلة، نحن نوقع في نفس المشكلة أيضا في حاجة هذا المحظور يعني لأشياء كثيرة، سواء كان في مرحلة التدريس أو حتى في مرحلة المرض. وبالتالي اليوم هناك الأمور صعبة شوية. اليوم يجب أن نتحدث أيضا، كنا نتمنى أخذ بعين الاعتبار أيضا أن نكون مثل الدول التي هي حقيقة اليوم على أرض الواقع هناك ما يسمى الغطاء المالي أو المنحة الشهرية لكل هذا الجيل. إحنا ما نردوش فقط اليوم على بطل، اليوم ننسى أنه اليوم نحن كدولة ما شاء الله دولة لها دخل قومي، لها وضع يعني اقتصادي ممتاز مريح. إذا بالتالي يجب أن نتماشى مع المنظومة الدولية، أيضا يجب أن نسقط هذا النظام الدولي على النظام الوطني. هناك بعض الأشياء قد نستطيع يعني تغطيتها، هناك منح، ليس نتحدث فقط على البطالة، أيضا نتحدث بأخذ بالاعتبار الجيل الناشئ وتصنيع صناعة أو تصنيع بالضبط تصنيع هذا الجيل لمستقبل اللي هو أعمدة الدولة. وبالتالي اليوم يجب الأريحية في هذا الجانب. هنا يجب على الإخوة الذين هم يشرفون أو يتابعون أو يعيدون النظر في هذه النصوص أخذ بعين الاعتبار أن يكون هناك أيضا يعني عمل إضافي في كيفية يعني بغض النظر عن النفقة يكون هناك عنصر إضافي، وهو عنصر كما تحدثنا عن البطالة والشباب كذا، أيضا نتحدث عن المحضونين والفئة حتى الأطفال. هناك عائلات تستطيع مثلا تغطية حاجياتها حتى بعدد تزايد الولادات تزايد كذا، هذا اليوم مجتمع الجزائر لا نستطيع الهروب منه. وبالتالي يجب أن نكون حقيقة أن
كما يقال أنه مع المكان المناسب هناك وزارة مالية هناك وزارة عدل. اليوم وزير العدل طرح هذا المشروع الممتاز جدا تحت رقاب وسيط يعني الوصاية، عندما يدل على اليوم أن هناك تحسين للمستقبل والابتعاد أيضا عن الكوارث التي نعيشها اليوم من هذا المستعمر الخارجي الذي يريد طاحة بهذا الجيل. المستقبل هو جيل يعني النشأة وجيل القوة والعمود الفقري للدولة. وبالتالي يا أستاذ الفاضل هناك الكثير من التدابير والاحترازية التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار في إعادة النظر في النصوص القانونية إسقاطا على النظام المالي والنظام القانوني. هنا اليوم تحدث وزير العدل أن يكون هذه العملية عندها أيام معينة أو فترة معينة قبل حوالي 15 إلى 20 يوم قبل هذا أو بداية الشهر على مستوى الأمناء العامين لكل المجالس القضائية وتسريع والتنشيط في هذا العمل. أما كيفية استرجاع المبالغ كما تحدثتم، إذا تحدثنا على الأطار يعني السابقة هناك الدولة تستطيع استرجاع هذه المبالغ بقوة القانون بكيفية يعني ممارسة قانونية. دكتور وأنت أستاذ في القانون مختص في هذا الجانب، يعني لديك خبرة في هذا المجال خاصة على حاكم، سؤال مطروح اليوم بعد صدور القانون وتم مصادقة عليه، كيف يجب تطبيق القانون بحذفه؟ تحدثنا على نقطة، القانون موجود، القوانين موجودة، الذي تطبيق على أرض الواقع هو يبقى المشكلة. لأن الطفل اليوم المحظوظ لا ينتظر، عنده احتياجات يومية، لا ينتظر. كيف سيتم صب هذه النفقة بالنسبة للمحظوظين؟ أعتقد أنه السيد وزير يعني العدل تحدث بعمل العنصر الاستعجال في كيفية يعني إعطاء بسرعة يعني بدون تأخير أو المماطلة أو